السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy، ونستكمل كلامنا في المحاضرة الثانية من الكتاب The Innate Immune System. بدأنا المقطع اللي فات في تعريف مختصر للـ Innate Immune System، وقلنا أهم أسلحته الكومبلمنت سيستم والفاجوسايتس وخلايا اسمها ناتشورال كيلر سيلز. لو جينا بقى لأول حاجة منهم اللي هو ايه الكومبلمنت سيستم، ده عبارة عن مجموعة من البروتينات بتبدأ تشتغل مع بعضها بتسلسل معين عشان تهاجم الحاجة الغريبة اللي دخلت الجسم دي، وكمان بتدي إشارة لباقي أفراد جهازنا المناعي عشان تساعد في المعركة دي. البروتينات بقى بتاعت السيستم ده بتبدأ تتكون في جسمنا إمتى؟ دي بتبدأ تتكون من وقت ما يبقى الجنين لسه في بطن الأم، وده طبعا من فضل الله عز وجل علينا عشان السيستم ده يبقى في أقوى حال وقت ما الطفل يتولد. البروتينات دي بقى بتكون موجودة في شكل inactive، يعني غير نشطة. عشان تبدأ تشتغل لازم يحصل لها activation، تنشيط، وده ممكن يحصل بطريقة من ثلاثة، يعني تنشيط البروتينات دي ممكن يحصل بطريقة من ثلاث طرق هنبدأ نتكلم عليهم إن شاء الله من المقطع اللي جاي. طيب، نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.